خلاص احنا باذن الله عز وجل في الختام. لكن انا بسالكم سؤال. يلي صليتوا وجلستوا يلي سمعتوا واقفين الان تسمعون وما زلتم تسمعون، ولو جلس هذا المجلس للفجر للجمعه جالسين لانكم تحبون الله سبحانه وتعالى. بالله اسالكم سؤال. بالله عليك وانت جاي البارح للبحر هنا وجالس وابصر، هل خطر ببالك انك تجلس مجلس زي هذا المجلس اللي انت فيه وتسمع هذا الكلام؟ بالله خطر في بالكم؟ طيب مين اللي جمعنا؟ مين اللي جلسنا؟ مين اللي سمعنا؟ الله جل في علاه. طيب ليش؟ ليه الله عز وجل جلسنا؟ ليه الله عز وجل سمعنا؟ ليش الله عز وجل جمعنا؟ تدرون ليه؟ لأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. والله الذي لا إله إلا هو شفت الدنيا هذه كلها، آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والدنيا هذه كلها، الشريهات والسفن والطيارات والأموال والعقارات، ها؟ يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا هذه كلها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عشرين، إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. يا اخوان ترى احنا وانا اولكم غرتنا هذه الدنيا، غرتنا هذه الشهوات والملذات، اخترينا اللي شاف ماليزيا ولا تركيا ولا اوروبا قال ايش الفله وايش الحياه، ونسب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تساوي هذه الدنيا عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كاس شربة ماء. دنيا سماها الله عز وجل ايش؟ الله عز وجل سماها الحياة الدنيا. تدري لماذا سميت حياة دنيا؟ تدري لماذا سميت حياة دنيا دنيا؟ تدري ليه؟ لأن الإنسان ما يعلم متى يخرج من هذه الحياة. والله الذي لا إله إلا هو سألت لك الآن قصة، هذه القصة تدل على حقارة الدنيا وعلى تفاهتها وعلى أن الإنسان الرابح في هذه الدنيا الذي أطاع الله جل في علا. هذه القصة حصلت في يوم الجمعة الماضية لأحد أبناء جيراني، اسمعوها وانقلوها عني. هذه القصة لأحد أبناء جيراني في الجمعة الماضية. هذا الشاب اسمه علي في الصف الثاني ثانوي، علي سنة ثانية ثانوي، يوم الجمعة يخرج جواله ويكتب برودكاست رسالة، يكتب بهذه الرسالة يبغى يرسلها لأصدقائه للجروب والمجموعة اللي معاه في الجوال. تدرون ايش كتب علي؟ تدرون صاحب ال 17 سنة ايش كتب؟ كتب في هذه الرسالة، اسمع يا اخي الغالي يا اخي المبارك ماذا كتب؟ هذه الرسالة من علي لي ولك ولجميع شباب المسلمين. كتب علي: كل يوم كل يوم نسمع خبر وفاة، فسامحوني فربما اكون انا القادم، فسامحوني فربما اكون انا القادم. كتبها علي وارسلها يوم الجمعة. والله والذي نفسي بيده، مات علي صباح السبت، مات علي صباح السبت في حادث السيارة، وكان علي يقول لي ولكم والله الدنيا ما تسوى ان نضيع لحظة فيها في معصية الله جل في علاه. هذه حقيقة لا بد ان نستيقظها النفيس. ترى يا احبتي قضيتنا مو الموت، والله الموت مو قضيتي ولا قضية. الموت جاي كما قال الله عز وجل: فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن اللي اهم من الموت بشكل الموت عليه، هذا اهم سؤال، اهم من الموت. الموت بيجيك عليه، والله العظيم والله العظيم. وانا اقف امامكم في هذا المكان وانا اتكلم بهذه الكلمات، والله اتمنى ان ياتيني الموت، اتمنى ان يقبض الله عز وجل روحي وقد صليت الفجر في جماعه، ان يقبض الله روحي وانا الان في منبر من منابر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا احبتي يا احبتي، لو اتى الموت لاحدكم، لو اتى الموت لاحدنا الان، كم مقطع جوالك تحتاج تمسحه؟ كم سيدي وكم شريط السيارات تبغى تكسره؟ كم سيجارة جيبك تبغى تكسرها؟ جيبك الشمة تبغى ترميه؟ كم معصية كم ذنب؟
احبتي يصف الله عز وجل حال بعض الناس اذا اتى ملك الموت. تدرون ماذا يقول الله جل في علا يصف حال بعض الناس اللي بعيد عن الله؟ يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. يا رب رجعني ابغى اصلي، يا رب رجعني ابغى اكسر، ابغى امسح. يجيها الجواب من الله عز وجل: كلا